شاهدنا منذ قليل في الفيلم معظم الإجابات كانت من قبيل هعمل إيه؟ ما هو أنا لو كنت اتعلمت، أنا بشتغل عشان أجيب فلوس وأساعد أهلي. وهنا كانت معظم الإجابات تضم محاور تؤثر بشكل مباشر على الزيادة السكانية. دكتور نيفين القباج، ما هي المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي لمحاربة الزيادة السكانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يسعدني وأشرف أني أكون ضمن المجموعة المساهمة في حل هذه القضية اللي بتؤثر على جودة حياة المواطن المصري وعلى تحقيق الحياة الكريمة الحقيقية التي ننشدها جميعا. وزارة التضامن بتعمل على ثلاث محاور، منهم محورين بيأثروا تأثير مباشر على السلوك السكاني وعلى اتجاهات الأسر نحو الإنجاب، وهو التأثير على القوى الاقتصادية والتأثير أيضا على القوى الناعمة، سواء محفزات أو تقديم حوافز إيجابية أو الحرمان منها، مش كعقاب بس كتحفيز الأسر ناحية أنها تتبع السلوك الإيجابي. المحور الاقتصادي الحقيقة يمكن إحنا بنؤمن أن كلما زاد الدور الإنتاجي للمرأة هيقل الدور الإنجابي. المرأة في هذه المجتمعات بسيطة، درجة تعليم متواضعة جدا، درجة فقر مرتفعة، وبالتالي مشاركتها في المجتمع ضئيلة، فبتبقى تقديرها لذاتها ومكانتها الأسرية والمجتمعية بتيجي من كثرة الإنجاب، وبصفة خاصة لو الإنجاب كمان أولاد. الجزء الآخر إن يمكن الأسر تكافل وكرامة، وهي أسر بتكمن فيها كثير من المشكلات السكانية، 62% أمية للجيل الأول، علشان كده إحنا حطينا مشروطية التعليم والانتظام فيه والرعاية الصحية للأطفال، لأن عشان نقدر نستثمر في الأجيال القادمة ويوقف توريث الفقر من الأجيال السابقة للأجيال القادمة. الحقيقة إحنا عندنا حوالي 14 مليون مواطن مستفيدين من هذا البرنامج، 3 مليون و600 ألف أسرة في سن الإنجاب. علشان كده حطينا شرط آخر للكشف الدوري على النساء، بالإضافة إلى حضورهم جلسات التوعية، وده مربوط بالحافز الإيجابي للألف يوم الأولى في حياة الطفل بالتحديد، علشان التصدي لموضوعات التقزم، الأنيميا، والحفاظ على صحة المرأة والطفل، لأن الحرمان من الرعاية الصحية هو نوع من أنواع الفقر. عندنا أيضا 1,700,000 فتاة في السن اللي هو خطر على زواج المبكر، اللي هو من 10 ل 15 سنة. زودنا شرط آخر إن الأطفال الأسر اللي هتجوز بناتها أو قبل سن 18 وهو السن القانوني سيؤثر على حصولها على الدعم النقدي. الحقيقة يمكن الدعم النقدي حقق نتائج إيجابية بالنسبة للأطفال. 99.8% من أطفال تكافل كلهم في المدارس، حتى لو كانت بعض هذه المدارس ما بيحصلوش فيها على التعليم بالجودة التي ننشدها، ولكن احنا بنحطهم على الطريق اللي في الفترة القادمة. الجزء الثاني من التنمية الاقتصادية هو ان احنا بنخرجهم من الدعم للتشغيل، احنا ما زودناش أسر تكافل بقالنا فترة عشان ندفعهم نحو سوق العمل. بنعمل مشروعات بتتلائم مع المرأة الريفية، سواء مشروعات إنتاج حيواني، صناعات غذائية، صناعات بيئية، صناعات حرفية، ممكن تشتغل من المنزل، ممكن من الورشة، ممكن من مصنع صغير، لكن خروج المرأة لسوق العمل بيغير طريقة التفكير، بتدوق طعم الرزق، بتشوف جودة الحياة، بتشوف ولادها بيعيشوا أفضل. فإحنا بنوفر 120,000 فرصة عمل في هذا المشروع القومي سنوياً من برنامج مستورة تنمية المرأة الريفية. بنقدم حوافز لأمهات أطفال المدارس والأمهات الأطفال اللي بتلحق بالحضانات. أيضا عندنا بنكتر الحضانات، السنة اللي فاتت حققنا أنشأنا وطورنا 1,100 حضانة في العامين القادمين، الهدف بتاعنا أن احنا نزود 3,000 حضانة. عندنا أيضا حافز إيجابي أيضا بخصوص مراكز المرأة العاملة اللي بتساعد المرأة العاملة في قضاء بعض احتياجات المنزل زي وجبات نصف مطهية وزي حاجات أخرى تانية. الحقيقة المحور التاني هو الوعي، التأثير على القوى الناعمة. يعني دعونا نقر إن إحنا عندنا مشكلات كبيرة في مستوى الوعي وفي كثير من القضايا
أو المفاهيم الخاطئة أو المخلوطة ما بين الحلال والحرام وما بين القوة والضعف وإلى آخره، بتؤثر مش بس على الزيادة السكانية، بتؤثر على جودة الحياة بشكل عام وعلى تحقيق الحياة الكريمة. قياسنا للفقر بمؤشرات تنمية متعددة بيخلينا نرصد الأسرة متأخرة قد إيه، مش بس مادياً ولكن في كل المؤشرات. عندنا قضايا كتيرة بنتصدى ليها ببرنامج بالوعي مصر بتتغير للأفضل اللي بننزل بيه القرى والنجوع، والحقيقة بنتصدى لقضايا كثيرة كلها في مجملها بتؤثر على الزيادة السكانية، زي الزواج المبكر وختان الإناث وزي الأمية وحرمان الطفلة من التعليم والزج بيها في زواج مبكر وحرمان المرأة من العمل وموضوعات أخرى كثيرة. الحقيقة بنشتغل عليها علشان نصحح هذه المفاهيم. اللي بيساعدنا في دوت هو مجموعة الرائدات اللي سيادة الرئيس وجه إن إحنا ممكن نزودهم لعشرين ألف. هدفنا إن إحنا نوصل لأربعة مليون أسرة. أيضا إحنا عندنا يمكن المراكز الإنتاجية وفي على مستوى القرى حوالي 420 مركز للأسر المنتجة بتشغل حوالي 640 ألف أسرة، بندعمها في مبادرات التسويق والإقراض الميسر جدا اللي بيرد على الشروط بتاعتنا بنعفيه من جزء من هذا القرض. بيساعدنا أيضا في التوعية، وهو المحور الثالث الجمعيات الأهلية اللي بتشرف معانا على التنفيذ، إذا كان في التوعية، إذا كان في رصد الأسر اللي ممكن تكون موجودة مخالفة، بيساعدنا في الإشراف على مشروعات متناهية الصغر. بنزود عيادات اتنين كفاية، كان عندنا 108 جمعية في برنامج اتنين كفاية وهو وصل حقيقة لكثير من الأسر وملايين من الأسر خلال الفترة القادمة وحقق إنجازات إيجابية. لما بيكون في حرص واستمرار في الجهد إلى حد كبير بيحصل أثر حتى ولو طال. فال108 بنكترهم ل400 جمعية أهلية، ال400 دول فيهم عيادات اتنين كفاية. احنا ما بنشئش العيادات غير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لأن المجتمع المدني برضو نشيط في الخدمات الصحية. وزارة الصحة والسكان هي اللي بتعتمد هذه العيادات وبتدرب الدكاترة وبتتيح أدوات تنظيم الأسرة، وأيضا بنوزع مع بعضنا فين الفجوة أو فين الأماكن الزحمة عشان نقدر نرد بيها على الخدمة. وأخيرا إحنا عشان الوعي يرتبط برصد السلوك قد إيه، لما بننزل نوعي بنسيب أثر حقيقي نقدر نلمسه بتغيير ملموس في حياة الأسر. وفرنا للرائدات تابلت، القياس لو أنا بستهدف 4 مليون أسرة يبقى عندي 4 مليون ملف للأسر، وبرصد تغيير السلوك فيها على مدار 3 مرات في السنة، فبقيس هو صاعد ولا نازل ولا ثابت وأقدر أرصد ده فين. ده طبعا بيتم مع زملائنا في الوزارات الأخرى والمجتمع المدني. بنوحد رسائل التوعية مع رجال الدين المسيحي والمسلم علشان ما يحصلش خلط في أو ازدواجية في الرسائل اللي واصلة للمجتمع، خاصة أن هذه المجتمعات بطابعها متدينة، ولذلك بننسق مع الشيوخ الأزهر والأوقاف والكنائس أيضا. شكرا جزيلا دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والحقيقة أن حضرتك ذكرتي دور المرأة أو تمكين المرأة أثناء حديثك، ويعني ربما كما شاهدنا محور تمكين المرأة أو تمكين المرأة اقتصاديا هو محور أساسي من هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.